بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. من حقوق الأخوة، من حقوق الأخوة الإيمانية الحقوق التركية، يعني ما يشرع تركه يحرم فعله أو يكره. التباغض والتحاسد والشحناء والغل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. إياكم الظن، أي الظن السيء. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. هي غيبة القلب، أن تغتاب بقلبك وظنك السوء بأخيك المسلم. الواجب أن يحمل الإنسان تصرف أخيه على الخير ما وجد له في الخير محملا. فإذا حمله على محمل السوء كان هذا من سوء الظن. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن الظن أكذب الحديث، يعني أن يخبر بظنه عما لم يعلمه. أقول لإخوتي كثيرا: فرقوا بين المعلومة والاستنتاج. في قصة أخبرني بها بعض الإخوة، أحد الصحفيين يعطي دورة لبعض الملتزمين في الإعلام، فيقول لهم: في شيء في الصحافة اسمه توقع الخبر. توقع كده ان فلان هيقول كده لو اتسال في كده، فتقوم تكتبها ان هو قال ذلك. وللاسف ان الجرائد مليئه بمثل هذه الاكاذيب، وهذا كذب بلا شك وباطل. وليس الكذب في زماننا في الصحافه بمثل الكذب في الزمن الماضي، لان هذا الزمن الكلمه فيه تنتشر انتشار النار في الهشيم. الرجل يكذب الكذب تبلغ الآفاق، يشرشر صدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ولا آفاق أوسع من آفاق اليوم. الكذبة في وسائل الإعلام المعاصرة تبلغ الملايين فورا، وفي الجرائد والمجلات تبلغ الملايين والألوف بعد حين يسير، وتظل منتشرة باقية. فإياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. للأسف الشديد كثير جدا من الناس إذا تكلموا لك عن الإعلام قالوا: هو الإعلام كده، يعني كذب. إذا تكلموا لك عن السياسة قالوا: هي السياسة كده، عايز تشتغل سياسة يبقى أنت تداهن وتنافق وتدور على المصالح لا تبحث عن المبادئ. لكن السياسة ما فيهاش مبادئ، السياسة ما فيهاش ثوابت، السياسة تعمل فيها كلها. هي دي السياسة، عايز تشتغل السياسة هي كده، دي السياسة بتاعتكم أنتم، السياسة مش بتاعتنا إحنا. السياسة التي نريد إقامة الدين وسياسة الدنيا بدينها، السياسة الشرعية، السياسة المنضبطة بشرع الله. زي ما يقول لك الاقتصاد كده، هو الربا برضه، وهو البحث عن المال. أصلتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ الحرية الاقتصادية، السوق المنفتح المليء بأنواع المحرمات، نعوذ بالله. ما تقوليش حلال وحرام، هكذا يقولون لسان الاقتصاد. لما الراجل بتاع السياحه بيقولوا له السياحه باظت، السياحه باظت مش من فتاوى الاخوه، من فتاوى الاخوه اثرت السياحه. من الوضع اللي انتوا عمالين تعملوه كل شويه من الفوضى وترك البلاد، يعني الانفلات الامني، وبعد ذلك تقول لي لا تقول لي حلال ولا حرام، لا تقول لي حلال ولا حرام، نعوذ بالله. ولا تحسسوا ولا تجسسوا. قيل التحسس للنفس والتجسس للغير. واما اذا اطلق فالتحسس يعني في غير هذا الموطن بلا نهي، يعني يقول يتجسس يبقى في الشر، ويتحسس يكون في الخير.
ولكن تستعمل يتحسس في الشر أيضا كهذا الحديث. يتحسس يعني يبحث عن الشيء السري لنفسه، والتجسس يبحث عنه لغيره. ولا تناجشوا، النجش إيهام المشتري أو البائع بالرغبة في إرادة السلعة، في إرادة البيع أو الشراء لكي يرفع أو يخفض عليه الثمن. يدخل من لا يريد الشراء فيقول أمام المشتري هذه سلعة عظيمة جيدة ممتازة، هو بيساوم معاه على إيه؟ على 9، يقول له تداني ب10؟ يقول الراجل الثاني يقول لا لا لا، احنا اتفقنا خلاص، اتفقنا على كام؟ على 9، وهو هي في الحقيقة تساوي 4 أو 5. فيدخل لا بغرض الإرادة، زي يعني يعملوا كده، يجيبوا يأجروا ناس يخشوا في المزادات عشان إيه؟ يعلوا السعر، سواقين المشاريع يبقى خايف إن الناس مفيش ولا راكب، يأجر 3 4 يقعدوا علشان يغري الراكب بالإيه؟ بالركوب، وبعدين يتبين إن هو الراكب الوحيد لسه اللي هيقعد يستنى. ولا تحاسدوا، النهي عن الحسد وهو تمني زوال النعمة عن الغير سواء مع حصولها لنفسه أو مع غيره. الحسد أول ذنب عصي الله عز وجل به في الأرض، ذنب ابن آدم الأول الذي دفعه إلى القتل، وهو كذلك ذنب إبليس ومرده إلى مرض القلب بالإعجاب بها بالنفس و ظن الكمال لها والعمى عن عيوبها. فإذا رأى نعم الله عز وجل على غيره كره ذلك، وهو في الحقيقة اعتراض على قسم الله وعطائه، وهذا ينافي حقيقة الإيمان. ولذا كانت البغضاء حارقة للدين، وهي إنما تنشأ من الحسد. وكل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور في هذا الحديث، لأن كلها تؤدي إلى البغضاء، فقال ولا تباغضوا. التباغض فعل ما يؤدي إلى البغض. المؤمنون يجب أن يسعوا إلى التحاب في الله سبحانه وتعالى وليس التباغض. فكل ما يؤدي إلى أن يبغضك أخوك وتبغضه تبغضه هو منهي عنه بهذا الحديث. فحتى طريقة الكلام، نبرة الكلام، حدة الصوت، ارتفاعه، يمكن أن تقول الكلمة بعدة طرق. نفس الكلمة تقولها بنحر، تقولها بلين، تقولها بعنف، تقولها بلطف، الأمر يتفاوت. كل ما يؤدي إلى البغضاء هو من هذا الباب، لا تباغضوا. الحقد هو أن يكون في قلبه شحناء وضيق لأن الله أنعم على أخيه، فهو مثل الحسد. ولا تدابروا، معناه لا يعطي أحدكم ظهره لأخيه، أن الإقبال عليه يشعره بالحب، وإعطاؤك دبرك له، إعطاؤك ظهرك له يشعر بالبغض، لذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكونوا عباد الله إخوانا، ترك كل هذه المنكرات يقوي روح الأخوة. الواجب أن نتآخى في الله سبحانه وتعالى، وأن نسعى إلى توطيد روح الأخوة فيما بيننا. الهجر وترك إلقاء السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، أو يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وفي رواية لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3
فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. الحمد لله. وهذا يدل على تحريم الهجرة وتحريم المقاطعة، ويدل على أن إلقاء السلام فرض كفاية وليس فقط سنة كما أطلقه الكثيرون، لأن ترك إلقاء السلام من الطرفين تحصل به المقاطعة المنهي عنها، والهجرة المحرمة، الذي يظهر أن البدء بإلقاء السلام فرض كفاية، ولا يجوز الهجران إلا لمن ارتكب معصية ظاهرة ومثلها أو منها البدعة الضلالة. يجوز الهجران فوق ثلاث للبدعة والمعصية والفسق الظاهر، وأما ما دون الثلاث فيجوز لحق النفس، كأب مع ابنه أو أخ مع أخيه قصر في حقه، أو زوج مع زوجته أو نحو ذلك. نقصد أن ترك الطرفين في قضية أن فرض كفاية، أن ترك الطرفين إلقاء السلام حتى لا يسلم أحد على أحد، هذا هجرة لا تجوز، هذه هجرة لا تجوز. إذا كان قد ظلمه أمرا لا تأويل فيه، فيه معصية، جاز أن يهجره لأجل المعصية. التدابر والتقاطع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحسدوا وكونوا إخوانا كما أمركم الله. هذا هو الحديث السابق، لكن فيه ذكر المقاطعة، أن يقاطعه ولا يكلمه، وهذا أشمل أو أوسع من ترك السلام، فإن من كان بينهما من الصلة والود ما يزيد على السلام كان ترك ذلك والاكتفاء بالسلام عند اللقاء مقاطعة. فمن لم يذهب إلى رحمه مثلا طول العام، واكتفى بأنه إنما يرد السلام عليهم إذا لقيهم، وربما لم يلقهم بالشهور الطويلة ولم يزرهم، لا شك أن هذا نوع من المقاطعة، وإن لم يكن بترك رد السلام وإلقائه. الأمر في ذلك مرده إلى العرف والحاجة، يعني العرف متى يسمى قطعا أو مقاطعة، والحاجة عند وجود الحاجة يتأكد الوصال، فالأقارب الفقراء والأقارب المحتاجون يتأكد وصالهم، والمسلم الفقير والمسلم المحتاج يتأكد عدم مقاطعته حتى يقضي حاجته. يعني الأخت مقدمة على الأخ في الوصال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أمك وأباك وأختك أخاك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، رضي الله عنها.